يا ابي شلون الحبايب؟ عمي ايش قلت لكم؟ مو قلت لكم راح ارجع لكم سكريبت اسطوري؟ طبعا هذا سكريبت امانه مو تصنيعي ولا فكرتي، شخص روسي اشترى انا من عنده السكريبت وباعه. بس هذه اليد هاي رقضة طبيعيه مالتنا، تشوفوها رقضة طبيعيه مالتنا، هذه رقضة طبيعيه. شوف يا ولد، تحرك اللاعب وياها ارتو باعه. ما احرك الكاميرا يا ولد، انا اللي عاجبتني بهذا السكريبت هاي الكسره، هاي الكسره. طبعا على فكره مو انا اسويها، العفو. تحرك اللاعب وياها ار 2، مو تقول همتين شو ما تديك. شوف ما هاي الكسره. بس احرك يمنه يسره يمنه.